خلصنا بلا ربع ساعة. ماشي شكرا. يعني الامتحان في مضمون يعني كويس ولا في بعض الاستركات؟ بس كان وحش والباقي كان منه كان حلو، بس كان في تكات كتيرة وحشة يعني. طب النقطة اللي هي كم وحش كام يعني، كم نقطة مثلا؟ يعني مثلا هو الامتحان كان 48، قول مثلا 35 سؤال كان صعب. يعني الامتحان 48 نقطة في 35 سؤال صعب؟ اه يا نجم صعب قوي. يعني الامتحان كان وحش، ما كانش الناس الحمد لله. ده خاصة بمتابعة مادة الفيزياء صح؟ صح؟ أعزائي المتابعين وما زلنا بنرص لحضراتكم تاريخ ولا فيزياء؟ تاريخ كويس يعني؟ لا مش كويس خالص. ليه بقى؟ الامتحان وحش. حزوه الامتحان وحش. ازيك يا عمر؟ الامتحان عامل ايه؟ لو انت فيزياء ولا تاريخ؟ ايه احنا تاريخ. تاريخ؟ امتحان تاريخ عامل ايه؟ امتحان كان وحش بصراحة. بجد؟ والله العظيم الناس بتذاكر من أول. حي والله. والله لا لا وحش وحش. وحش وحش امتحان تاريخ. الامتحان كله تواريخ بقى و1900 وكلام. هما اكيد تاريخ عشان ما فيش تاريخ عادي. صعب قوي ان انت ما فيش ولا سؤال مباشر. الناس اللي بتذاكر سؤال. طب انا هسمع منه وكسمع منه كامل حس. ولا سؤال مباشر. ولا سؤال مباشر. اللي هو اللي كان في بس سؤال في المقال جبناه من ورقه المفاهيم. انما ولا سؤال تاني بتاع ده جاي مباشر. كل الاسئله التانيين يعني بس ما فيش حد يحل. عايزين محمد علي نجيبه من التربه عشان يجي يحل. عايزين محمد علي. محمد علي. محمد علي عشان يجي يحل. الناس اللي بتذاكر من اول السنه، الناس اللي بتذاكر من اول السنه، اللي بتضحي من اول السنه طالعين زعلانين. ده بالنسبه لماده التاريخ. هو الامتحان كم كان سؤال؟ ورقه المفاهيم برضه جايبينها نقص 44 سؤال. الناس اللي بتذاكر من اول السنه طالعه زعلان. احنا هنعمل ايه بقى؟ جايبين لنا ورقه المفاهيم بيقول لك ايه ناقصه ورقه الشيك في الوزاره. جايبين لنا ورقه مفاهيم بيقول لك ما يشغلنيش تروح تشوف في الوزاره، والديسكات مطربه والديسكات بايظه، ويقول لك انا ماليش دعوه. انا طالب ثانويه، انا طالب ثانويه عامه المفروض تعاملني احسن معامله. بيقول لي لا روح اشتكينا في الوزاره وروح مش طب يا حازم. خليني في الامتحان يا حازم دلوقتي وانا هكمل لك برضه. الامتحان نفسه اصلا وحش. ناس بتذاكر بتذاكر. والناس بتاع الفيزياء برضه تلاقي الامتحان بتاعهم كان صعب. واللجان كانت كويسه بصراحه. اللجان كانت كويسه بصراحه. اللجان كانت حلوه. اللجان كويسه. اللي ما بتتكلم في الامتحان ذات نفسه. لا الامتحان نفسه مش حلو خالص. الامتحان بقى الامتحان كله كان جاي صعب. قال لك ايه النقطه واحده في المقال. جاب المفاهيم بيقول لك ايه ده انا جاي يلا ناقص يقول لك ايه ده تعمل شكوى. في ناس بتشكر في التاريخ. ده بالعكس ده التاريخ زي الصفر الحمد لله. التاريخ وحش. وحش جدا. مش في مستوى الطالب العادي اصلا ولا في مستوى الطالب الشاطر. يعني صعب. عايز طالب المريخ. طالب المريخ. اعزائي المتابعين وما زلنا بنرصد اراءكم الله بالثانويه العامه هنا بمحافظه ابن سويف حول ماده التاريخ والفيزياء هنا بطلاب الثانويه العامه. انت هنعمل فيزياء ولا تاريخ؟ تاريخ. الامتحان هنعمله في التاريخ. الحمد لله تمام. تمام يعني. تمام. بالتوفيق ان شاء الله. يا رجاله فيزياء ولا تاريخ؟ لا تاريخ. انت هنعمله في التاريخ. امتحان طب. طب كويس. طب في ناس بتشتكي. لا 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 بالعكس ده امتحان سهل جدا. امتحان سهل. مباشر. بالعلم ما اشتكيتش. لا انا والله لا امتحان جهل. انا هنكر. بالتوفيق ان شاء الله تعالى. عايزين نقول لايف لايف انا هوديك للرينك. ماشي حبيبي. اعزائي المتابعين وما زلنا بنرصد لحضراتكم. انا اعزائي المتابعين طلاب الثانويه العامه وما زالوا ايه رجون في اداء امتحان مادتي التاريخ والفيزياء. اعزائي المتابعين زي متابعين الشيء الغريب هنا ان طلاب بنات الثانويه العامه امتحان عامل ايه؟ ثالث اعدادي لسه ان شاء الله يسلم. ما زلنا متابعين وما زلنا نرصد لحضراتكم. ما زلنا عايزين نتكلم بس حالة من ال
العلوم وتفاوت الاراء. اعزائي المتابعين للطلاب الثانويه العامه هنا اكم خروجهم من امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانويه العامه هنا بمحافظه بن سويف وسط حاله من فيزياء ولا تاريخ الاول؟ احنا فيزياء. حلو فيزياء. احنا علم. ماشي يا حبيبي العلم فيزياء. عايزك بقى تقول لي الامتحان عامل ايه؟ الامتحان الحمد لله كويس. كويس. صعب. لازم يجي صعب. فهمني بقى الحته دي بقى. هو كل سنه الكيمياء تيجي صعبه الفيزياء تيجي صعب. يبقى اذا يبقى الفيزياء جت صعب السنه دي. صعب. يبقى انت بتقول ايه بقى؟ الكيمياء متوقع لك تيجي ايه؟ صعب. سهله يعني مره واحده صعبه مره واحده ايه سهله. دي وجهه نظري. تيجي واحده فيهم صعب. طيب هو كل سنه ده اللي بيحصل. طيب الفيزياء النهارده الامتحان بتاعك كم سؤال؟ 46 سؤال. 42 مقالي. ارجع لك 42 مقالي و44. طب حلو بقى يعني كده انت بتقولي فهمني بقى الحته دي. الفيزياء جت صعب يبقى الكيمياء هتيجي سهل. كل سنه بيحصل كده لازم واحده فيهم تيجي سهل. والامتحان النهارده كان طويل. كان صعب. كان صعب. مفيش حاجه مباشره، مفيش اسئله مباشره، مفيش الاسئله اللي هي بتاعت الطالب المتوسط. فوق الطالب المتوسط. كله يعني فاهم محتاج حد يكون محتاج بقى انك بتحل كتير. لازم مثلا لما تيجي تحل في المساله لازم تعمل بقى قوانين ليها عقبال ما تحلها وكنا بنأخر في الوقت فما كانش معانا وقت. اعزائي المتابعين وزي ما قلنا لحضراتكم ايه الاخبار؟ تمام. الامتحان كان احسن من 2023 بكتير الحمد لله. وكان في شويه اسئله بتلعب شويه بس سايبين على الله. ده بالنسبه لماده الفيزياء. بالنسبه لماده الايه؟ نتكلم عن الفيزياء. الفيزياء احسن امتحان جه لحد اولياء الامور بيقولوا احسن امتحان. الامتحان كان مثلا زي الفرنساوي بس مش زي العربي. العربي كان صعب طبعا. هو تحس هو الفرنساوي واحد جايين سهلين زي مع بعض. خلاص يا ابو عبده؟ خلاص ايه كملي بقى دلوقتي من اول الاسئله اللي هي بدرجتين مثلا كان فيه من خمس لست اسئله هم اللي صعبين انما الباقي كله كان سهل. الاسئله كلها النظري مش عارف جاي اربع او خمس اسئله بس لا خمس اسئله بالظبط هم اللي وصلوا النظري. الباقي كله كان سهل وخفيف. الباقي كله كان جاي من الفصل الثاني والفصل الثالث. جه كام سؤال من الفصل الرابع والخامس انما اللي حديثه كلها من الخمسه لثمانيه ما جاش منهم غير ست اسئله. ده بالنسبه للفيزياء. ده بالنسبه للفيزياء. طيب باذن الله يعني كده اسئله بالظبط اللي هو السؤال اللي ضربت كده كده لا الفيزياء كلها يعني سهله. الفيزياء سهله ما عدا السبع اسئله. لا والله بجد حبيبي بتوفينش. الكيمياء بقى هتبقى صعبه. الكيمياء تبقى صعبه. ده باذن الله الكيمياء تيجي ان شاء الله اسهل من كل بكتير. الوضعيه السنه اللي فاتت كانت صعبه. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله وربنا يكرمكم جميعا يا رب العالمين. اعزائي المتابعين واللي عندنا